من مسلم عبد الغني الشنا مدعو عبد الغني الغليل مهرب مخدرات مغربي منطقة بوعر عمره 33 سنة. مخدرات كتنغرس في جبل كتامة كتنغرس جوج مرات في العام وعاود كيعطيها للمهرب المغربي وكيعطيها لنا حنا مكلفين بالنقد كنخرجو بها على الجزائر على برا الحدود كندخلوها بالحمير للحدود الجزائرية الجهة الجنوبية الغربية. الظروف المعيشة هي اللي دفعتنا نديرو هاد الخدمة هاد معيشة غالية والخدمة ما كانش. حنا في هاد الشتا هادا البوطات ديال ليكاز كيجيبوهم العيالات فوقهم كيوصلوهم بشقات النفوس للدار وهاد الشي هو اللي خلى الشباب المغربي يزيد هاد التهريب هذا وهاد الريسك وهذا رغم كاع هاد العيشة اللي مكرفسة ولكن هاد الشي ماشي مبرر باش غادي نديرو هاد الخدمة هادي ولكن الله غالب.